في هذا المركز المختص بعلاج الحيوانات يحمل هذا العامل بين يديه طائرا أصبح في عداد ضحايا رينا، السفينة التي تسربت منها بقعة نفط قرب سواحل نيوزيلندا في مطلع أكتوبر تشرين الأول، والتي أدت إلى نفوق ما يقارب 1000 طائر. نستقبل هنا بطريقة مرتخة بالنفط، ومع ذلك تمكن من إنقاذها، إلا أن طيور البوفنة البحرية لم ينجو منها أي طائر. فريق المركز جلب عددا من البطاريق وطيور الغاق والزقزاق، وقد يجلب المزيد. إذا واصلت بقع النفط انتشارها فإن أنواعا أخرى من الطيور ستصاب وستكون بدورها في خطر، لكن احتمال مجيء الطيور التي تعيش عادة بعيدا عن السواحل يبقى ضئيلا، ومن المستحيل تقدير تداعيات حالة التلوث هنا. داخل هذه الخيمة بيطريون ومختصون في علم البيولوجيا يقومون بمعالجة الطيور المصابة وبتنظيفها الواحدة والآخر، أمر يبث الشعور بالسعادة في قلوب هؤلاء. استقبال طيور مغمورة بالنفط ورؤيتها بعد ذلك تنطلق نظيفة تماما، أعتقد أنه عمل مرض جدا. حادثة رينا خلفت خسائر بيئية فادحة، خصوصا أنها أصابت أصنافا من الطيور مهددة بالانقراض. مراكز العلاج تبذل قصارى جهدها لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيوانات، لكن ورغم أنها تستطيع استيعاب 500 طائر في الوقت نفسه، إلا أن الأزمة قد تتجاوز إمكانياتها.